بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد عشان نتكلم عن مياه علاجيه رائعه. معظم فيديوهاتنا بنتكلم ان احنا اهميه المياه في حياتنا ولازم نشرب كميات مياه بشكل كويس، لان المياه هي اساس الحياه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. النهارده هنتكلم بقى عن شرب ماء الليمون، ان هو بيعزز الجهاز المناعي وبينقي الجسم من السموم. هنتكلم النهارده على ماء الجنزبيل، ان هو بيخفف تشنجات الدوره الشهريه، وايضا علاج للصداع والانتفاخات وعسر الهضم. ماء الورد بيدي شعر مشرق، بيفتح اثار الحبوب، بيشد المسام، بينقي البشره. هنتكلم على ماء العسل، علاج لحب الشباب، الحد من الانتفاخات، وايضا طارد للسموم وعلاج لالتهابات الحلق، ومفيد جدا في خساره الوزن. ماء الارز، تمتعي ببشره مشرقه وشعر صحي. وماء الأرز مشروب طاقة. ماء النعناع بيخلصنا من السموم وبيحارب حب الشباب وبيحسن كمان البشرة. آخر مية معانا اللي هي ماء الخيار، لبشرة صحية وبيمنع التصبغات. الداكنة إيه؟